بسم الله. بسم الله والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. تحية إلى كل من تحمل أمانة هذا الوطن وهذه البلاد في هذا الظرف الصعب بصدق وأخلاص، وأسأل الله أن يثبت أقدامه وأن يزيد إخلاصه إخلاصا وصدقه صدقا. سيد الرئيس، زملاء النواب، يعني بعد ما صار النقاش أمس حول حكاية 750 مليار وتعويضهم لتفعيل عفو التشريع العام وغيره، للأسف الشديد يعني عديد المجموعات يعني ما زالت مصرة على وجود هذه القضية وعلى وجود هذه الأموال المرصودة، ويبثون في الإشاعات هنا وهناك. أيضا يعني بعد الحديث نحن في المجلس لم يصلنا علم يعني بتوزيع بين المناطق، يعني الاعتمادات المالية المعتمدة لكل منطقة. للأسف الشديد يعني هناك إصرار وإصرار من مجموعات وجماعات على أن هذه الميزانية غير عادلة، وأصبحوا يبثون الإشاعات للتفرقة الجهوية بين تلك المنطقة وتلك المنطقة. أقول لكل أولئك أن حبل الكذب قصير، وأن السياسوية لن تدوم، وأن غدا لناظره لقريب، وأن هذا الشعب يقظ، فاحذروا هذا الشعب. سيد الرئيس، أريد هنا أن أفتح معناها بالنسبة لمسألة تفعيل العفو والتشريع العام. راهي الأنظمة السابقة يعني قتلتنا أو قتلت أصحاب هذا الحق قتلة وراء قتلة وراء قتلة، قتلت أحلامهم، قطعت أرزاقهم، ضيقت عليهم حتى مساحات الحياة. والدولة يا سيد الرئيس حتى قانونا مسؤولة، الدولة مسؤولة عن تصرفاتها الخاطئة وأن أفعالها غير المشروعة، ومبدأ استمرارية الدولة يعرفوه القانونيين وغير ذلك، وهذا حقهم مشروع. إن لم تكن هذه الميزانية قادرة على استيعاب هذا الحق، فرجاء وكل الرجاء، وأنا من منطقي هذا سأدافع عنه، تفعيل هذه المسألة وجادها قانونيا، ربما وجدولتها لمسائل لاحقة. سيد الرئيس، سمعنا في هذا المجلس كلام عديد لا يصدقه عاقل. فمثلا أن يأتي أحدهم ببرنامج فهذا شكر مشكور له وأحترم اجتهاده، ولكن أن يربط استقرار وأمن هذه البلاد بتلك المسألة فهذا من الإجحاف الفكري، من الإجحاف الفكري والمنطقي. فلا يعقل أن إن شاء الله معناها مسألة الصناديق الأربعة تعتمد في لاحق الميزانيات، إن شاء الله تكون فكرة جيدة، ولكنها ليست هي الفكرة القادرة على إيقاف معناها العصيان وغير ذلك من الأشياء التي تحدث، العصيان المدني والإضرابات وغير ذلك. سيد الرئيس، أيضا مما أثارني في حقيقة الأمر أن نسمع في هذا المجلس يعني تسويق لكلام من مثل القول من تحت هذه القبة، يعني أحدهم يدرس يعني يسرد برنامجه ويقول أنه الرؤية الوحيدة القادرة على الإنقاذ، وبعدئذ يعني يأتي من بعده يربطون هذا الخطاب بالثورة. يعني هذا كلام العرب، سمعوا نظرية العالمية الثالثة وسمعوا، فهذا لن يمر من تحت هذه القبة. الناس فهمت، كل إنسان منا يجتهد، قد يخطئ في اجتهاده وقد يصيب. يعني هذه مسألة مردودة على أصحابها. سيد الرئيس بعجالة، معناها حتى لا أكون جهويا مثل الآخرين، ولكني سأكون جهويا هذه المرة. سيد رئيس، يعني تتجول في القرى والمدن، تتجول في بعض الأرياف وكذا، تجد معناها عديد الأشياء مزروعة، عديد الزراعات، وتجد أراضي غير مزروعة، مثلا في ربوع ولاية المهدية، هذا له أموال قدر أن يزرع أرضه، وهذا ليس له أموال، لم يقدر أن يزرع أرضه. ونحن نعلم حتى في أحياء في ديننا وكذا، أحياء الأرض معناها مسألة مهمة وغير ومهمة جدا. سيد الرئيس، من غير المعقول أن تبقى أرض غير مزروعة في عهد الثورة بعد هذه الحكومة، وإن شاء الله تتخذ الإجراءات في السنوات القادمة. سيد الرئيس، بالنسبة لولاية المهدية، مشاريع تحلية مياه البحر ومياه سبخة الكلبية على مستوى معتمدية السويسي، ولاد الشامخ بما قدره 54 ألف متر مكعب في اليوم، ويعني وبذلك ندعم مركز هذه الولاية بحوض ألبان. إنتاج الطاقة الكهربائية سيد الرئيس، شكراً. بالطاقة الشمسية، شكراً. وطاقة الرياح مسألة أيضا مهمة سيد الرئيس، رجاء حقك بديت بالمشاريع هذه قبل ما تحدث على شكون يتحدث. الرجاء بالنسبة لولاية المهدية سيد الرئيس، إعادة النظر في الخارطة التنموية بتصنيف ولاية المهدية، أو على الأقل جل معتمدياتها المحرومة ذات أولوية، حتى يتسنى لنا استقبال تمويلات الخواص